هو طبعا انا مش غريب عن القطاع ولا غريب عن المكان هنا في مدينه نصر، وانا بالصدفه كنت متواجد هنا في الجيم، يعني زي اي عضو بيمارس كل الخدمات اللي بيقدمها النادي. فالجهاز الحمد لله يعني كان هم بيكرموا القطاع بتاعهم على النتائج، الحمد لله عملنا الموسم ده افضل نتائج، خدنا جميع المركز اول في جميع الفئات في جميع المراحل باستثناء ايفنت واحد بس، مرحله واحده تحت 12 سنه، مرحله يعني ايفنت من 8 ايفنتات، فده يعتبر حاجه لا باس بيها. جت نتيجه ان احنا عملنا تغييرات كويسه في الاجهزه الفنيه، ما تاخرناش عن الفريق في كل اللي طالبينه، اذا كان الادوات، الصالات، الملابس، المشاركه في البطولات، البدلات. الحمد لله كمان احنا لسه معتمدين لائحه النشاط الرياضي، دي لائحه جديده لسه معتمدها مجلس الاداره، فبالتالي هيبقى ليها هتعود بالنفع ان شاء الله على الجهاز وعلى اللعيبه. فلسه برضه مخلصين مناقصه الادوات، الحمد لله كانت برضه بمبلغ كبير، ويمكن كنت لسه بنحكي لهم ان نص المبلغ اللي كان طرح في المناقصه كان كله رايح لتنس الطاولة، نتيجة طبعا تكلفة الأدوات اللي هم بيستعملوها من الجلد والمضارب والكور والاستهلاك بتاعها عالي. فالحمد لله احنا مش متأخرين عنهم في حاجة، وهم الحمد لله كانوا قد المسؤولية وربنا وفقهم ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بالكؤوس الموجودة والبطولات. فطبعا احنا باسم مجلس الإدارة بحييهم وبشكرهم، وبنطلب منهم ان شاء الله ان هم المزيد، واحنا تحت امرهم في اي حاجة وعلى تواصل دائم. والله احنا كنا لسه بنتكلم في النقطة دي، قطاع الناشئين يمكن الجهاز عامل مجهودات كبيرة جدا في ضوء ان هو يدور على مواهب من ولاد النادي واعضاء النادي، لان انت عارف انه قضاء مجلس الادارة واخد قرار ان من تحت 12 سنة ما فيش اعضاء رياضيين، فبالتالي ده عامل عليهم مسؤولية كبيرة جدا وعبء كبير ان هم يدوروا على المواهب وينموها ويهتموا بيها، عشان الاعداد اللي هتيجي من اعضاء النادي اكيد اقل من لو كنا فاتحينها على مستوى جمهورية مصر العربية. فطبعا القطاع عندنا يعني بيعيش حاله من الانتعاش زي ما بيقولوا، عندنا المدرب الصيني اللي كان متواجد قبل كده رجع، عندنا تغييرات في الجهاز الفني قام بها كابتن اشرف عبد الفتاح، عملت حاله من الحراك في قطاع الناشئين، ونتائجها زي ما انتم شايفين اثمرت على النتائج اللي انتم شفتوها. فالحمد لله احنا عندنا حاله كبيره من الرضا الحمد لله. ما فيش اكتر من ان احنا كل واحد يبقى على قدر من المسؤوليه، اي حد بيمثل النادي الاهلي من اللعيبه في الالعاب الفرديه، في الالعاب الجماعيه، في كره القدم، لازم يبقى عارف من جواه، مزروع من جواه من هو طفل ان هو سبب ومصدر من مصادر السعاده. حتى لو بيلعب تنس طاوله، هل بيلعب كاراتيه، بيلعب سباحه، بيلعب فولي بول، بيلعب هاند بول، لو احنا ركزنا مع الاطفال وزرعنا فيهم ده هيتزرع جواهم الانتماء ان هو بيمثل النادي الاهلي، وان دي حاجه كبيره جدا ودي مسؤوليه على كتافه. فربنا وفاهم، هم ما شاء الله عليهم زي ما انت شفت يعني اطفال وشباب زي الورد، حاجه تفرح يعني. الحمد لله والشكر لله، ربنا كلل مجهودنا ومجهود اللعيبه ومجهود المدربين، وانا بشكر طبعا المدربين اللي عملوا مجهود كبير جدا 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 مع اللعيبه الفتره اللي فاتت دي. البطوله كانت صعبه جدا، الحمد لله كل الايفنتات احنا خدناها 12 15 18 21 سنه، وده طبعا كان مجهود من المدربين، كان التمرين على فترتين صباحا ومساء، وكنا مستعدين للبطولة دي كويس جدا جدا جدا، لأن السنة اللي فاتت كنا خسرنا ايفنت أو اتنين ايفنت، فالسنة دي احنا كنا مركزين قوي على أساس نقفل البطولة. احنا عندنا 21 سنة، بقالنا حوالي 10 سنين ما بنخسرهاش، وطبعا 21 و 18 سنة كمان، 18 سنة دي و 21 اللي بيغزوا الدرجة الأولى، يعني احنا الحمد لله والشكر لله عندنا ما يكفي للدرجة الأولى. ما بنعتمدش على لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، تملي النادي الأهلي ولاده كتير، ولاده مجتهدين وبيحبوا البطولات، وده نادي بطولات، وإحنا بنزرع فيهم الحتة دي إن إحنا النادي ده نادي بطولات، إن إحنا المزيد من البطولات إن شاء الله، ومش عايزين نتراجع زي السنة دي إن شاء الله ما قفلنا كل البطولات، عايزين السنة الجاية يكون أحسن وأحسن، زائد إن إحنا عندنا ناس دلوقتي محترفين في ألمانيا ومن قطاع الناشئين، ودي حاجة بتبشر في الخير. السنة دي كانت بطولة الفرق بالنسبة للقطاع الناشئات كان صعب شوية، بالذات في مرحلة 12 سنة بنات، والحمد لله يعني 12 سنة قدرنا إن إحنا نكسب النهائي 3-1 نادي مدينة نصر، كنا إحنا كسبناه 3-2، وكان الماتش الأخير كان صعب جدا في بطولة القاهرة، وقدرنا إن إحنا نكسبه 3-1 الحمد لله، والحمد لله كسبنا 15 سنة برضو
و18 و21 ويعتبر اعتقد يعني يمكن الحمد لله انجاز كبير ان احنا ناخد الاربع فئات الحمد لله السنه دي. والله بالنسبه لقطاع النشئات في النادي الاهلي وان باذن الله الفتره اللي جايه احنا مركزين قوي قوي يعني احنا يعني بعد بطوله الفرق دي احنا بنعد للبطوله الفرق اللي جايه ان شاء الله. فاحنا يعني حتى انا بتفق مع المدربين انه بعد ما نرجع ان شاء الله نركز على اساس ان شاء الله برضك نحافظ على اللي احنا عملناه السنه دي نحافظ عليه نعمله السنه الجايه ان شاء الله. فريق سيدات ماشي بشكل كويس الموسم ده الحمد لله رب العالمين. يمكن اخر بطوله كانت عندنا بطوله الجمهوريه خدنا مركز اول وثالث ودي حاجه كويسه في ظل غياب مثلا لعيبه زي دينا مشرف بطله مصر وأميرة يسري من برضو من قوام الفريق الأساسي للنادي فجر شومان كذا لعيبة كانت غايبة البطولة دي إنما الحمد لله الباقي اللي موجود سد وقدروا يحققوا نتائج كويسة الحمد لله. عندنا استعداد للدوري الممتاز دورة مجمعة كده تصعيدية دي أول حاجة بعد كده إن شاء الله يبقى عندنا كأس مصر بإذن الله بدون مقاطعة شهر 2 وبعدين الدوري بقى الممتاز بإذن الله. أنا بهنيهم وبشكرهم على النتائج السنة دي بطولات الفردي بطولة الأندية العربية بطولة الجمهورية بطولات الفرق الناشئات لأنه هو امتداد للقطاع طبعا كله بهنيهم وبشكرهم بقول لهم يعني كملوا بالشكل ده إن شاء الله وربنا يوفقهم دايما يا رب إن شاء الله. احنا بدأنا الموسم في شهر 7 بدأنا ببعض البطولات الفردية وكده وبعدين دخلت علينا الأندية العربية أولاد وبنات ربنا في تونس وربنا أكرمنا الحمد لله وقدرنا نكسب الرجال وكسبنا البنات برضو خدنا ميداليتين دهب رجال وسيدات وبعد كده رجعنا من تونس ما عدناش 10 أيام دخلنا في بطولة الجمهورية فرق اللي هي البطولة اللي بتمثل النادي الأهلي قدرنا الحمد لله نكسب 7 إيفنتات من 8 خسرنا بس 12 سنة أولاد وكسبنا بقية الأعمار كلها وفضل بقى بنستعد إن شاء الله لبطولات الدوري وكأس مصر والبطولات الفردية اللي فاضلة إن شاء الله. مشاركتنا في بطولات فردي وبطولات فرق وبطولات عربية وعندنا بطولة أفريقية إن شاء الله في شهر 7 الجاي طبعا ده مجهود كبير على اللعيبة وعلى الجهاز بس الحمد لله احنا قد المسؤولية واللعيبة كمان طبعا قد المسؤولية فبنقدر إن احنا نحقق النتائج اللي النادي الأهلي بيرجوها مننا الحمد لله. أنا هبدأ رسالتي الأول بتقديم الشكر للجهاز للنشاط الرياضي وكابتن رؤوف عبد القادر والنشاط الإدارة النشاط الرياضي وطبعا مجلس الإدارة بالكامل وقوفوا معانا في كل بطولة وبيدعمنا طبعا كل ما نطلب حاجة ينفذها لنا وبشكر الجهاز الفني بتاع التنس طاولة بالكامل لأن هم بذلوا مجهود كبير وأنا بصراحة ضغط عليهم جامد وهم برضو يعني واقفين معانا وواقفين مع النادي والحمد لله بانت في النتائج بتاعت بطولة الجمهورية فرق. الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا في بطوله الجمهوريه حصلنا على المركز الاول السنه دي كان في اصلا منافسه لان الزمالك كان اشترى لعيب من اسكندريه لعيب كان رقم 2 على العرب فكان في منافسه في الفاينل بس الحمد لله بفضل الله قدرنا نكسب ودي تقريبا السنه العاشرة على التوالي فرقه 21 سنه بتبقى بتاخد اول لان هي بتبقى نواه الفريق الاول للنادي الاهلي فالحمد لله يعني عندنا قطاع ناشئين محترم قوي مبشر للدرجه الاولى الحمد لله بفضل الله واصلا نظام الدوري بيجبر انك تحط ناشئ 21 سنه في السكور بتاع الدوري يلعب فاحنا شغالين طول السنه وبعد الدوري ان شاء الله عندنا بعد كده بطوله افريقيه وربنا يكرم الموسم عندنا في بطولات متواصله يعني وربنا يكرم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين احنا السنه دي خدنا اول فرق جمهوريه كانت البطوله صعبه طبعا كالعاده هي صعبه بس الحمد لله اللي احنا قدرنا اللي احنا نثبت نفسنا وقدرنا نكسب البطوله الحمد لله بالابطال بتوعنا الجهاز الفني مديرين قطاع رئيس الجهاز دعم الجهاز اكيد شكل المنافسه ما بيبقاش سهل دايما والحمد لله رب العالمين ان احنا نبقى في الاول على طول في المقدمه عشان احنا النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره بتبقى كبيره علينا كلنا اللي احنا نبقى دايما على طول مطلوب منا اللي احنا نبقى موجود في الموقف في المركز الاول وده اللي احنا اتربينا عليه هنا على طول احنا بقى لنا هنا سنين كتيره وهو ده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي وفي النادي الاهلي فطبعا المنافسه بتبقى صعبه من الانديه الثانيه ان هي تقدر ان هي تثبت نفسها لكن الحمد لله ربنا بيكرمنا في الاخر واحنا بنكسب الحمد لله. احنا كان عندنا بطوله لسه مخلصينها من اسبوع دي اهم بطوله في الموسم استعدنا لها كويس جدا قعدنا قبلها بشهرين اتمرنا كويس جدا بس البنات كان عندهم مدارس وكده فتعبوا معانا جدا
فاستعدنا كويس للبطولة لحد ما وصلنا للبطولة، والبنات لعبوا كويس جدا، وكانت البطولة صعبة ودي أصعب بطولة في الموسم، والحمد لله ربنا كرمنا وأخذنا أول الحمد لله. يعني والله المنافسة بتبقى صعبة جدا في السن الصغير بالذات، بيبقى المنافسة المستويات متقاربة جدا في السن الصغير أكتر من السن الكبير، عشان لسه بادئين بيبقى لسه 12 سنة و10 سنين و11 سنة، فبيبقى كله قريب من بعضه، فيبقى السن المنافسة بتبقى قريبة جدا في السن ده، فبس اللي بيتمرن كويس واللي بيتعب هو اللي ربنا بيكرمه في الآخر وبيكسب يعني. فاحنا الحمد لله بنستعد لكل بطولة كويس وبنتمرن كويس ونعمل اللي علينا، والحمد لله بنكسب يعني. نادي الاهلي على طول رقم واحد يعني. الحمد لله خدنا، الحمد لله ابتدينا السيزون بمنطقه القاهره، فالحمد لله صعدنا من منطقه القاهره للجمهوريه بعد ما خدنا المركز الاول، وبعد كده ربنا كرمنا في بطوله الجمهوريه كانت في اسكندريه اللي هي كانت الاسبوع اللي فات ديت، خدنا المركز الاول برده بعد ما الحمد لله كسبنا 6 مباريات يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد المرتبط باذن الله، وناخد المركز الاول برده في المرتبط باذن الله. وبطولات الجمهوريه طبعا الحمد لله عندي اول وتاني ورابع جمهوريه، ومعنا لعيب يوسف عبد العزيز ده المحترف بتاعنا في المانيا بيجي يلعب معنا بطولات الفرقين. احنا اشتركنا في بطوله القاهره الاول دي كانت تقريبا من شهرين، الحمد لله ربنا اكرمنا وخدنا اول، لعبنا في النهائي مدينه نصر، بعد كده البطوله اللي فاتت دي كانت بطوله الجمهوريه فرق، دي كانت اهم بطوله المفروض في الموسم. لعبنا الاول دوري المجموعات الحمد لله ربنا اكرمنا، كل ماتشات كسبناها 3-0، بعد كده لعبنا دور الثمانية كسبنا نادي قناه السويس 3-0، بعد كده نادي الزمالك 3-0، وفي النهائي لعبنا نادي مدينه نصر، والحمد لله يعني ربنا اكرمنا كل الماتشات كانت 3-0 وخدنا اول. والله هي كل سنه بتبقى يعني اقوى من السنه اللي بعديها، كان بيبقى فيه اعراض كتيره موجوده في الموسم، بيبقى اللعيب اللي في النادي بيتنقل لنادي تاني، الفرق بقت اقوى بكتير جدا من الاول، فكل سنه بتبقى احسن. السنه دي كمان عندنا في المرتبط ان شاء الله في شهر يناير، وبعد كده عندنا دي الدوره المجمعه الاولى، وبعد كده عندنا الدوره المجمعه الثانيه في شهر مارس، دي اللي هي المرتبط ناشئين 15 سنه المرتبطه بفرقه سيدات الدوري الدرجه الاولى يعني. هو احنا بنستعد دلوقتي، في عندنا حاجتين، عندنا اول حاجه اللي هي المرتبط يوم 25 و26 يناير دي هتبقى موجوده في القاهره، وبعد كده عندنا في بطوله المنصوره دي فرد 12 و15 فيها 18، وبعد كده عندنا مرتبط الدوره المجمعه الثانيه هتكون في شهر مارس ان شاء الله، وبعد كده بقى في دوري سيدات يعني. احنا فريق 21 بنات، واحنا غالبا نص فرقه سيدات النادي الاهلي. الحمد لله احنا السنه دي لحد دلوقتي مخلصين بطولتين، بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه فرق اللي كانت مقيمه الاسبوع اللي فات في اسكندريه، الحمد لله حققنا المركز الاول هنا وهنا. يمكن بطوله الجمهوريه دايما بتبقى اصعب لان بيبقى فيها الزمالك وسبورتنج والمعادي وكل من كل الجمهوريه، والزمالك طبعا منافس تقليدي للنادي الاهلي، قدرنا الحمد لله ان احنا نفوز عليه ونكسبه 3-0 في السيمي فاينل، ودي كانت مباراه النهائي يعني تعتبر مباراه البطوله اللي هناك كانت في السيمي فاينل. غير كده احنا بنستعد دلوقتي ان شاء الله لدوري السيدات في فبراير ان شاء الله. شدوا حيلكم ربنا معاكم، احنا عارفين انتوا قد ايه عندكم صعاب وبتواجهكم مشاكل كتيره ما بين مذاكره واصابات واحمال كتيره طول السنه ومنتخب ونادي، احنا عارفين حمولكم كبيره بس احنا معاكم في ظهركم وربنا معاكم وربنا يوفقكم ان شاء الله. هي البطوله كانت في نادي سبورتنج، كانت بطوله كان فيها حوالي 5 ماتشات، احنا كسبنا الحمد لله كل المباريات 3-0، كانت بالنسبه لنا يعني المنافسه كانت سهله شويه مش صعبه، احنا كنا الحمد لله مركزين قبل البطوله وكنا عاملين اعداد كويس ومعانا لعيبه على مستوى عالي قوي، مش اول مره ناخدها، يمكن احنا تقريبا بقالنا 8 او 9 سنين الحمد لله بناخد بطوله 18 سنه دي على طول، يعني احنا فارقين كتير عن الفرق اللي بره وعملنا انجازات كتير قبل كده سواء محليا او دوليا، يعني اللعيبه اللي معانا لعيبه كتير قويه ومصنفه سواء على مصر هنا او مع المنتخب رقم واحد يعني. كنا اخر بطولات كنا واخدين بطوله الفردي مركز الاول كانت مريم هشام، وبعد كده خدنا بطوله فرق القاهره اول كسبنا كل ماتشات 3-0، وبعد كده خدنا بطوله الجمهوريه فرق اول كسبنا برده الحمد لله كل ماتشات 3-0، فاحنا تقريبا خدنا كل البطولات السنه دي، ما فيش بقى غير ان شاء الله استعداد لبطوله الفردي اللي جايه ان شاء الله هتبقى في شهر 2 باذن الله، هي دي اللي احنا عايزين كمان ناخد فيها اول، لان كمان هيبقى في عناصر صغيره كمان داخله في البطوله ان شاء الله.
خدنا اول فرق تحت 18 سنه في بطوله الجمهوريه، وتقريبا يعني خدنا 7 بطولات من اصل 8، والحمد لله نتيجه كويسه يعني. لا المنافسه صعبه طبعا، كانت منافسه صعبه جدا يعني، بس احنا الحمد لله كنا كويسين وكسبنا كل ماتشات 3-0 في سننا يعني. والمنافسه طبعا صعبه، احنا بنلعب ابطال مصر كلهم اوائل يعني، احنا بس مش الاهلي بس عنده الاوائل، البطوله كلها كانت صعبه، بس الحمد لله كسبنا يعني. ان شاء الله في كل البطولات الفرد ياخد اول يعني ان شاء الله. البطوله اللي فاتت خدنا اول زوجي برضو، انا واحمد برهامي معانا في النادي، طموحات اخد كل بطولات الفرد يعني مع النادي ان شاء الله. الحمد لله كسبنا بطوله الفرق في تحت 21، وبطوله الفردي برضو الحمد لله النادي جابها في السيدات، و يعني طبعا المنافسه تبقى جامده جدا، لان بين بونج دلوقتي اصلا بقى فيه لعيبه كويسه جدا في كل النوادي، بس الحمد لله دايما الاهلي يعني بيبقى محافظ على مستواه. هي كانت بطوله كويسه جدا، والحمد لله انا لعبت كذا ماتش فيها وخدنا اول فيها يعني الحمد لله، وهي طبعا كانت بطوله مش سهله، بس الحمد لله يعني كنا قدها وكده يعني، احنا نثبت يعني ما نبقاش مترددين او قلقانين او كده، لان ده مش هيخلينا نعرف نركز في الماتشات او كده، وطبعا احنا لازم نلتزم بالتمرين وكده عشان نعرف في البطوله نبقى كويسين. انا ان شاء الله ادخل بطوله العالم واخد اول كده ان شاء الله. في فريقي الموسم ده احنا حققنا انجازات حلوه جدا، كابتن هيثم وكابتن طارق كانوا معانا في الفضه دي، وكان في اجتهاد حلو قوي في التمرين. تاني حاجه في بطوله الفرق خدنا موسمين ورا بعض، الموسم الاولاني كان صعب شويه بالنسبه لنا، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الموضوع وخدناه، والموسم ده الحمد لله خدناه بفضل كابتن هيثم وكابتن طارق، كانوا مجتهدين قوي معانا في التمرين وكلنا كنا كويسين قوي في التمرين وشادين حيلنا قوي يعني الحمد لله. احنا بنشوفها انها يعني كانت جامده قوي، بس احنا الحمد لله يعني احسن بكتير من الناس اللي بره، وقدرنا نسيطر على الموضوع قوي يعني الحمد لله. ده اول ايفنت ليا في 18 سنه، اخر بطوله 15 سنه نهيتها اخدت تاني جمهوريه الحمد لله وصلت فاينل. الحقيقه يعني كانت يعني كان ممكن اخد بس الحمد لله يعني على كل حال، وطبعا كل ده يعني الفضل يرجع لكابتن هيثم، هو تعب معانا جدا الحقيقه وعلى طول شغال معانا تمرين، وبصراحه الفضل يرجع له يعني والحمد لله. السنه دي الحمد لله طبعا بفضل ربنا اخدناها وفضل الكابتن، هو تعب معانا وكده، بس السنه دي تحت 15 سنه الحمد لله يعني الدنيا كانت اسهل شويه من الفترات يعني من البطولات اللي فاتت، السنه دي كانت اسهل شويه، وطبعا احنا تعبنا جدا والحمد لله على كل حال يعني. ان شاء الله يعني انا نفسي اسافر ان شاء الله الف العالم، والنادي مفر يعني النادي الصراحه وفر لنا التمرين كويس جدا، والكابتن صراحة بيتعب معانا ويعني وبنتصعد، ولينا 3 ايام بنتصعد مع السيدات وكده، فان شاء الله يعني هنعمل حاجه وان شاء الله نسافر كده. اهم انجازات السنه دي الحمد لله خدت رابع فردي البطوله اللي فاتت، وخسرت في السيمي فاينل من زميلي في فرقه مروان عبد الوهاب، كان ماتش حلو يعني الحمد لله، ورحت لعبت برو تور خدنا ثالث فرق في البطوله الدوليه هنا في مصر، وخدنا الحمد لله اول بطوله فرق جمهوريه في 18 21. ان شاء الله يعني ناخد اول افريقيا مع اللي هي الانديه الافريقيه والانديه العربيه، وان شاء الله من يعني نعمل حاجه احسن من كده ونطلع بطوله العالم، وان شاء الله انا انجازاتي انا كان نادي ان انا اخد اول افريقيا وان انا اسافر بطوله العالم ان شاء الله. كان عندنا بطوله فرق من اسبوع تقريبا، الحمد لله اخدنا اول 15 واول 18، وانا كنت متواجده بلعب في الاثنين. في 15 سنه كان معانا دور الثمانيه على دخول الاربعه قناه السويس، بعديها نص نهائي لعبنا الزمالك، بعديها في فاينل الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا مدينه نصر، ماتشاتنا كلها كسبناها 3-0. في 18 سنه برضو الحمد لله اخدنا اول، ولعبنا برضو مدينه نصر في النهائي، وكان معانا الشمس قبلها نص النهائي الحمد لله، برضو ماتشاتنا كلها تقريبا خلصت 3-0 او ماتش مثلا خلصت 3-1.